بسيطة وبجي على نفسي كتير، ربنا خلقني كده، بحب بسرعة وبصدق الناس في تعاملاتي كلها، ببتسم في وش كل الناس وحتى اللي بيضايقني منهم بسامحه، أصله مش قصده، وبديله ألف عذر مبرر قريب أو غريب. خليني أحكي لكم مرة واحدة صاحبتي أخدت مني مبلغ كانت المفروض ترجعهولي أول ما قبضت زي ما وعدتني، بس أكيد ظروفها ما سمحتش فسلفتها تاني. مش مشكلة، الناس لبعضها برضو. عارفين لما بسمع أي كلمة بتسيء ليا مش برد، أصلي هرد ليه؟ ده ربنا بيسامح، أنا مش هسامح يعني. بس مش هكذب عليكم، هو أنا اتضايقت، بس أعمل إيه؟ أنا كده، تفتكروا العيب فيا ولا في الناس؟ أنتم مع هبة السيد في بودكاست نظارة جديدة. طبعاً أنتم مش متخيلين إن في كده، لأ، في الحقيقة في ناس عايشة بينا كده، بقلب أبيض زيادة وطيبة قلب بزيادة مفرطة، وللأسف أكتر ناس بيضيع حقها وأكتر ناس بيستهان بيها وبتستغل الشخصية الطيبة. ممكن تكون طبيعة ما قلناش حاجة، ممكن تعذر وتسامح وتيجي على نفسها، بس في مواقف ما ينفعش تتعدى بطيبة، ما ينفعش أسكت عن حقي، ما ينفعش أسمح لحد يسيء ليا، ما ينفعش كمان أقول بحجة أنا طيب أنا كده، أبقى مش عارف قيمة نفسي وبأذيها وبخلي الناس تتعدى على المساحة اللي تخصني. الفرق بين التواضع والطيبة الزيادة المفرطة فرق كبير، وعشان ما تحيرش نفسك كتير اسأل نفسك سؤال: أنا بحب نفسي؟ كرامتي غالية عندي قوي؟ برفض الاستغلال؟ برافو، يبقى بقى مش فاضل غير إنك تحط نفسك مكان الشخص اللي بيأذيك أو بيستغلك. هو اتجرأ واستغل طيبتك، وأنا هتجرأ وهكون صريح معاه بإني مش متاح للاستغلال. دور على الطريقة اللي تستغل طيبتك للناس اللي محتاجينها، وأولهم نفسك. ما تجيش على نفسك، أرجوك خليك طيب ورحيم بيها، ما تسمحش الطيبة تبقى ضعف، وافتكر دايما إن خير الأمور الوسط، وكل ما تميل دفة الميزان اعدلها بتواضع مش بطيبة زيادة، عشان بجد انت حد غالي قوي. وبس كده، كنتم مع هبة السيد في بودكاست نظارة جديدة، أشوفكم على خير.